خلونا نبتدي مع بعض أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، ومن بينها استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات. اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية. داخليا امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زار محافظة المينيا وتفقد خلالها عدد من المشروعات الخدمية هناك، واستهدف أيضا متابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح وفد من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية، وحرص وفد الكونغرس على الاستماع لرؤية الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية. وأوضح الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدماً بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة. كما أشار الرئيس إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحاً أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف وضغوط مكثفة من المجتمع الدولي لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام. امبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيارة لمحافظة المنيا تفقد خلالها عدد من المشروعات الخدمية. وأكد رئيس الوزراء أن الجانب الأكبر من زيارته لمحافظة المنيا استهدف متابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري التي قاربت على إتمام أعمال المرحلة الأولى لها وتستعد لبدء المرحلة الثانية قريباً للوصول بأهداف هذه المبادرة التنموية إلى عدد أكبر من أهالينا في قرى الريف المصري. كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الزيارة ركزت على مشروعات ذات صلة بقطاعي تطوير المرافق والخدمة الصحية بالنظر لأهميتهم الكبيرة في الارتقاء بصحة الإنسان وتحسين جودة حياته نحو الأفضل. أيضاً امبارح أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمحافظة المنيا بتصريحات تلفزيونية أكد خلالها أنه تابع ردود الأفعال بعد الزيادات اللي حدثت في الوقود، مذكراً الحضور بأنه قام بالحديث حول هذا الموضوع سابقاً وشرح مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود اللي تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد إضافية لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى. وأضاف مدبولي أنه سبق وأن تحدث بمنتهى الوضوح عن أننا مضطرين لزيادة تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وبالتالي فإننا نتخذ خطواتنا في ضوء ذلك، مشيراً إلى أن النقطة الهامة التي يريد التأكيد عليها أنه بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الستة أشهر القادمة، وده من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة. وفي ختام تصريحاته أوضح مدبولي أنه خلال المؤتمر الأسبوع القادم لمجلس الوزراء هيقوم وزير البترول بشرح الموضوع بالتفصيل وتوضيح الإجراءات اللي بتتخذها الدولة لتطوير هذا القطاع والنهوض به. امبارح تواصلت فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع اللي بتنظمها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمقامة على ملاعب وادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الحياة بمشاركة 175 فارس وفارسة من عدد من الدول العربية والأجنبية.